سعيدة إنه دعوتنا ومبادرتنا للتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية الخاصة بعد التخفيضات في المجمعات الاستهلاكية العامة بتلاقي استحسان. الناس لما بتنزل الحقيقة بيقولوا لنا ناس كتيرة جدا إنه في إقبال كبير على منتجات هذه المجمعات، وأنا سعيدة جدا بده. بينضم لنا زوار جدد، إحنا كان عندنا عدد كبير من الشركات امبارح، انضم لنا كوتونين، وكان في مزارع دينا، وكان أساسا عندنا هايبر وان، وعندنا أولاد رجب، وعندنا المرشدي. النهاردة أيضا بينضم لنا شركة جهينة، الأستاذ عمرو غزالي مدير عام القطاع التجاري بشركة جهينة. أستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. إيه يعني هتدخلوا معنا في المبادرة إزاي؟ طبعا طبعا انا بتشرف ان انا داخل في مداخله مع حضرتك. اشكرك. طبعا استجابه للمبادره الرائعه اللي حضرتك متبنياها بخصوص تخفيف الاعباء عن المواطن والمستهلك المصري في الظروف الاقتصاديه، طبعا اللي احنا كلنا عارفينها، الظروف الاقتصاديه الحرجه اللي بتمر بها البلد. طبعا موجب علينا كشركه جهينه صرح اقتصادي وطني على مدار 30 عام ب 4500 موظف ايدي مصريه خالصه، ان احنا نشارك في هذه المبادره والانيشيتيف اللي حضرتك عاملاها، وبنقدم كل سبل الدعم لخدمه المواطن محدود الدخل. فكرنا في افضل وسيله او اليه يصل بها الدعم للمستحقين، وكان اختيارنا من خلال المجمعات الاستهلاكيه اللي بتربطنا بيهم علاقات قويه جدا من خلالهم. طبعا ده كان الاختيار، كان لي مبني على الانتشار الواسع لما ينفذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والمحافظات. يعني حضرتك عندك شركة الأهرام للمجمعات، شركة النيل للمجمعات. يعني انتوا هتعملوا تخفيضات على البرودكتس اللي بتوزع داخل المجمعات الاستهلاكية الحكومية. بالضبط يا فندم. طب ايه البرودكتس اللي او ايه المنتجات اللي انتوا هتعملوا عليها التخفيضات؟ احنا عندنا تو بروموشنز حضرتك، هنعمل 10% او 10% خصم على منتج حليب بخير، ومنتج حليب بخير ده بيمثل 35% من سوق اللبن المعبأ في مصر، وده بيخاطب او بيتارجت المستهلك ذات الدخل المحدود. البروموشن الثاني عاملينه بمناسبه دخول المدارس على اللبن اللي بيسموه لبن المدارس، اللي هو بالفليفرز بتاعت الشوكولاته والفانيليا، العبوات الصغيره لبن بالشوكولات وبالفليفرز المختلفه. ده عاملينه خصيصا برضو للطلبه والاطفال بتوع المدارس. وبنحاول نرفع ولو قليل من الاعباء عن الاهالي ومصاريف المنازل. انا بشكرك لان انا الحقيقه كنت مهتميه بدخول المنتجين معانا، يبقى مش بس الموزعين، المنتجين ايضا، وده مهم جدا. طب من امتى البروموشن ده يا استاذ عمرو؟ احنا عندنا اجتماع بكره مع الساده رؤساء مجلس الاداره، المهندس حسن كامل رئيس مجلس اداره الشركه القابضه بتاعت المجمعات، والاستاذ طارق شعلان. ان شاء الله احنا تارجتنج يوم الخميس نبدا باذن الله 19/9 لمده 12 يوم او لمده لغايه نهايه الشهر 30/9. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا. المصنع المصري عليه اعباء كثيره وبيشغل عماله، والمصنع المصري ده احنا بنقف جنبه وبندعمه، لكن هو كمان يشعر بالاعباء على المواطنين. بشكر عمرو غزالي، بشكر شركه جهينه على هذا الخصم او دخولها معانا في المبادره، 10% على حليب بخيره و10% اخرى على الالبان اللي هي بالفليفرز المختلفه، وده فقط في المجمعات الاستهلاكيه للتابعه للحكومة. معي أيضا شركة مهمة أخرى بتنتج منتجات الألبان والجبنة اللي هي مهمة بالنسبة للأطفال وبنى جسم الأطفال، الأستاذ عمر الضماطي رئيس مجلس إدارة شركة دومتي. أستاذ عمر مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا ميس، ازيك؟ أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضل اتفضل. احنا بإذن الله منضمين للحملة وياكو، وهنعمل 10% على منتجات الشركة كلها في خلال الفترة اللي هي لغاية آخر سبتمبر في مجمعات الاستهلاكية الحكومية كلها. طب هايل، انتوا بقى منتجاتكم ايه غير الجبنة؟ الجبنة البيضة طبعا بأنواعها، وفي الجبن المطبوخة، السندوتشات والحاجات دي كلها. طيب فبنتكلم في 10% برضو على كل منتجات الشركة في المجمعات الاستهلاكية. المجمعات الاستهلاكية كلها. وهنا بنوصل للتارجت جروب او بنوصل للناس اللي احنا عايزين نوصل لها الحقيقة عن طريق المجمعات الاستهلاكية. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمر الضماطي رئيس شركة دومتي. شركة دومتي برضو منتج مهم، احنا يا جماعة بنقف جنب المنتج المصري، المنتج المصري منتج عانى الفترة الطويلة اللي فاتت لانه عنده مشاكل وعنده عمال، وبيحاول ان هو ما يمشيش العمال، وبيحاول ان هو ما يقفلش فروع انتاج وما يقفلش خطوط انتاج، وتحمل معانا
وهيتحمل معانا الفتره القادمه، وهنساعده باذن الله في التوسع في تشغيل والعماله، وهنحاول ان احنا نسهل له كتير من المشاكل. بشكرك استاذ عمر الضماطي، بشكرك استاذ عمرو غزالي. يبقى انا عندي اثنين منتجين اخرين انضموا لمزارع دينك منتج، وايضا كوتونيل منتج، وانا نسيت اقول طبعا ان مترو خير زمان مجموعه منصور ايضا كانت معانا في هذا العروض. يبقى انا عندي دلوقتي منتجين وموزعين في هذه المبادره، بشكركم. ده اللي توقعوا من القطاع الخاص المصري، ان يكون متفهما للازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها. بشكره الحقيقه شكرا جزيلا كل الناس اللي دخلت معانا، واللي ما دخلش معانا بقى هو ضميره.